تفسير سورة اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن، الصفحة 27 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فوطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فوطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فوطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها تردف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبره الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تمد له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروات الجبل تمد له جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري، وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصا، فمن أراده فهو هناك محرر ولله الحمد والمنة. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكلمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر: قيد العلم بالكتابة. وفيه أيضا: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى،
أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشعر وبطن وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجع أي إلى الله المصير والمرجع وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. قال ابن أبي حاتم حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو أنيس عن عون قال قال عبد الله من همان لا يشبعان صاحب علم وصاحب الدنيا ولا يستويان فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتنادى في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. وقال للآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد روى هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. ثم قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نزلت في أبي جهل لعنه الله. توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا فقال أرأيت إن كان على الهدى أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا كلا لئن لم ينتهي أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية أي لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال ناصية كاذبة خاطئة يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها فليدع ناديه أي قومه وعشيرته أي ليدعهم يستنصر بهم سندع الزبانية وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه. قال البخاري حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أكرمة عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعل لأخذته الملائكة. ثم قال تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم. وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به. وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل ابن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده. فأعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله فليدع ناديا سندع الزبانية. وقال ابن عباس لو دعا نادية لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطر على عنقه لعنه الله. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة أيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرادعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فأنزل الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق.
حتى بلغ هذه الآية لمسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقيل ما يمنعك؟ قال قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب. قال ابن عباس والله لو تحرك لا أخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللاتي والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به. وقوله تعالى كلا لا تطاه يعني يا محمد لا تطاه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها وصل حيث شئت ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس واسجد واقترب كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيه إلى السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق. آخر تفسير سورة اقرأ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والأسمى.